والسؤال الثاني شيخنا، أنا قريت في بعض الروايات أن سلمان المحمدي كان دائما في بيت أمير المؤمنين، دائما سيدة فاطمة يعني تقول يا عمو يا سلمان، وفي قصة من القصص أنه قام يطحن عن السيدة فاطمة وهي تسكت الإمام الحسين، وهم في حادثة الضلع، كسر الضلع كان موجود سلمان. فشنو سبب أن سلمان كان يجلس في بيت أمير المؤمنين؟ سلمان رضوان الله تعالى عليه، أسباب وجوده في يعني وملازمته لبيت أهل البيت صلوات الله عليهم، لبيت علي والزهراء، أنه نذر نفسه خادما لهم. سلمان له قصة طويلة منقولة بالروايات، أنه كان أساسا يبحث هو عن هذا النبي الموعود خاتم الأنبياء، وطاف في طلبه البلدان، يروح يم هذا ويم هذا من الكبار علماء النصارى ومن أشبه، يسألهم ممن عندهم علم عن أوصاف هذا النبي، إلى أن توصل إلى أنه هذا إذا يظهر في يثرب، يعني يكون هناك يقدر يلاقي. فبالفعل وصل إلى يثرب، وجد النبي صلى الله عليه وآله يعني المدينة المنورة، ومن تلك اللحظة قال أنا خادم لكم، واعتبر نفسه عبدا، يعني بايع رسول الله صلى الله عليه وآله على أنه عبد له ولأهل بيته إلى هذه الدرجة. فكان يوميا يمر على دار علي والزهراء صلوات الله عليهما، ويشوف شنو يحتاجون، تطحن الزهراء عليه السلام هو يطحن عنها، هو يخم الدار، هو ما أدري يفعل كذا، هو يسكت الأطفال، هو كذا، يعني هذه الأمور كلها بهذا الاتجاه. فهو الليل نهار معه رضوان الله تعالى عليه، وله مقام جدا عظيم بسبب هذا الأمر. أحد الأسباب أن سلمان مقدم على غيره، حتى من أصحاب وحواري رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله، ما أنه هذا الدور اللي كان يلعبه يوميا، دور خدمة أهل البيت، ولذلك خدمت أهل البيت في هذا الزمان يجب أن يمشوا رؤوسهم عالية، يجب أن يعرفوا أنه هذا أفضل وأعلى ما يفتخرون به، أنه يقال عنه خادم أهل البيت، خادم الحسين صلوات الله عليه. هذه درجة كان يتمناها الأنبياء. في هذا الإنجيل، إنجيل برنابا، اقرأوا في إنجيل برنابا، أنه يسأل المسيح عليه الصلاة والسلام أنه أنت نبي آخر الزمان، فيقول كلا ولو أدركته، مضمون الكلام، لكنت أفتخر بأن أكون من يصلح شسع نعله. شسع النعل هو هذا الخيط اللي سابقا، النعال مو مثل الآن أجلكم الله، النعال طبقة جلدية ثم فيها خيط أيضا جلدي، حتى الإنسان لما يخلي رجله على هذا الجلد يربط حتى لا يروح النعال هنا وهناك، لاحظتم يربط، هذا يسمى الشسع، هذا الخيط يسمى الشسع. فيقول المسيح صلوات الله عليه مع مقامه العظيم، وهو من أنبياء أولي العزم، يقول أنا لو أدركت هذا النبي الموعود صلى الله عليه وآله، لأنا كنت أتشرف أنه أنا أوطي على رجله لما يلبس هذا النعال، حتى أنا أربط نعال أصلح شسع نعله. شوف شلون كان يتشرف بأن يكون خادما لهذا النبي صلى الله عليه وآله، هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه. أكو أعظم من أمير المؤمنين؟ استثني النبي صلى الله عليه وآله، هو أعظم منه، أما ما عدا النبي صلى الله عليه وآله كل حتى الأنبياء والمرسلين مفضولون بالنسبة إلى علي. فلما سئل أنت أفضل أم محمد، ماذا قال؟ أنا عبد من عبيدي محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. فإذا القضية هكذا. هنا قد يطرح إشكال بعض المخالفين المرضى المهووسون بالفساد، يقولون كيف كان سلمان في بيت علي والزهراء وهذا أجنبي؟ وفي بعض الروايات سلمان يقول أنا رأيت وجه الزهراء وكان مصفرا. شلون شاف وجهه؟ بل في بعض الروايات أنه رأى شيئا من شعرها ومن ساقيها أيضا، مثل هاي الرواية المعروفة أنه يقول دخلت على الزهراء ما وجدت عليها إلا ثوبا واحدا قصيرا، يعني من شدة الزهد ما عندها ثوب آخر، بحيث أنها إذا جرته على إلى رأسها كان ينكشف شيء من ساقيها،
إذا جرته إلى ساقيها كان ينكشف شيء من شعرها صلوات الله عليه. لاحظتم؟ فإشلون كان يرى هكذا؟ الجواب، الجواب دققوا جدا، مهم. سلمان كان شيخا طاعنا في السن، والشيخ الطاعن في السن كما المرأة الطاعنة في السن، لهما أحكام خاصة في الشريعة الإسلامية. القرآن ثبت ذلك، من غير أولي الإربة من الرجال. سلمان كان من هؤلاء، يعني ليس له أربة في النساء، ما يريد أن ينكح النساء، ما عنده رغبة في النساء، خلص وصل إلى مرحلة من الشيخوخة بحيث ما عنده حاجة، خلص. هذا يجوز له شرعا أن يرى مقدارا من شعر المرأة ومن يديها من ساقيها، ماكو مانع، لأنه ما عنده شهوة. والعكس بالعكس، المرأة العجوز، هاي اسأل الفقهاء، يجوز لها أن تكشف شيئا من شعرها، شيئا مقدار ضئيل، يجوز لو ما يجوز؟ يجوز. شيئا من معاصمها، من يديها، يجوز؟ يجوز. شيئا من ساقيها، يجوز. ليش؟ تعدت تلك المرحلة. لاحظتم؟ فالعلاقة ما بين سلمان رضوان الله تعالى عليه، بل سلام الله عليه، والزهراء كانت على هذا الحال. ثم مع ذلك ما كانت تقع خلوة في حالة من الأحوال، لا، إما الحسن صلوات الله عليه موجود، إما الحسين، إما أمير المؤمنين، إما رسول الله، لأنه في بعض الروايات تجد رسول الله جالس وهو سلمان والزهراء عليه السلام، ورسول الله يعلم سلمان، يقول له هذه سيدة نساء العالمين، على معرفتها دارت القرون الأولى، هذه كذا، هذه كذا، يبلغ فضائل الزهراء عليه السلام ومقاماتها لسلمان رضوان الله تعالى عليه. فما كانت تقع خلوة، أم كلثوم موجودة، فضة موجودة، ما كانت تقع. أما المخالفين لأنهم يعني مرضى ويريدون أن يغطوا على ما كانت ترتكبه أمهم عائشة لعنها الله من المخازي، حقيقة مخازي، هم سطروها بأنفسهم، تصطاد الشباب بالجواري وتغتسل غسل الجنابة أمام اثنين من الرجال الأجانب. بالله بالله بالله، خوش أم المؤمنين هذه، خوش أم المؤمنين. اثنين يأتونها يقول لها يا أم المؤمنين علمينا غسل الجنابة، شلون دخلت، شلون كان يصير غسل الجنابة، وكأنه ماكو بالمدينة أحد من الرجال يعلمهم غسل الجنابة، يروحون فقط على عائشة. شوف هذا شنو يريد من عائشة، زين. ولا هاي المرأة تستحي، تقول له ولك استحي، أنا مرأة، كيف تجي تطلب مني أعلمك شيء يخصك؟ بعدين أنتوا أصحاب رسول الله العدول رضي الله عنكم وأرضاكم، طيح الله حظكم، ما تعرفون غسل الجنابة شنو؟ 10 سنوات رسول الله بين ظهرانيكم، ما تعلمتوا منا الشيء اللي أنتوا مبتلين به يوميا، يعني غسل الجنابة حتى ما تطهر، ما تعرفون؟ إذا طيح الله حظكم، لا صحابة ولا عدول ولا رضي الله عنكم ولا رضيتم عنه. زين، يروحون هم إلى عائشة، وعائشة أم مؤمنينهم ما تقول لهم هسه غسل الجنابة كذا، اغسل الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، صب على رأسك كذا، خلاص كافي. ما تقول لهم هكذا، لا لا، تقول لهم أولا تعالوا بالبيت، فما يصير بالشارع نعلمكم، لازم بالبيت عندي. فيدخلون إلى البيت وتوصد الأبواب، توصد الأبواب، خوش، ساعة ساعتين ثلاثة، الله العالم، أنا ما أدري. زين، يطلعون ذولا برا، اقرأوا في صحيح البخاري، صحيح مسلم، موجود هذا، كله موجود، كل الفضائح موجودة. يطلعون برا، فيقولونهم، طبعا يطلعون دايخين، يعني شيء واضح يعني. طالعين دايخين، فيقول لهم ها شنو كنتوا تسوون داخل؟ تقول كانت أمنا عائشة تعلمنا غسل الجنابة. زين، شلون علمتكم؟ ها، يقولون ضربت بيننا وبينها ستارا، ستار ضربت، ثم أخذت ماء وأفرغت على رأسها ثلاثا، يعني اغتسلت تطبيق عملي أمامنا،
هنا شراح صحيح البخاري، شراح صحيح مسلم توقفوا عند هذه الرواية، مثلا النووي مثلا يقول خو إذا كانت هذه الستارة حاجبة إذن ما كان هنالك داعي لأن هي تغتسل، لأنه ما رح يرون شيئا، فشنو الفائدة؟ يعني إذا تريد أن تعلم سألوها ما هو غسل الجنابة، فتعلمهم غسل الجنابة. خو إذا ضربت ستارة، إذا هذه الستارة كانت حائلة يعني تحجب الرؤية تماما، فإذن ماكو فائدة من هذا الصنيع. إذن لابد أن تكون هذه الستارة إما شفافة، وإما أنها، هاي تعبير النووي على ما أتذكر، يقول وإما أنها سترت بها أسافل البدن مما لا يحل كشفه وأبقت على عاليه. أي يا سلام يا سلام يا سلام، يعني شوف المهازل، شوف المهازل. امرأة ملعونة فاسدة وقحة شرف ما عندها، هكذا كانت تصنع مع الرجال. ها واللطيف وين؟ أيضا توقفوا عند هذا، أنه ذولا اثنين على فرض هسك سترت الأسافل وأبقت على الأعالي، مو مشكلة، بس شلون ينظرون إلى الأعالي أيضا؟ وهؤلاء أجنبيان قالوا لا لا، إخوانها من الرضاع، رضاع الكبير، حولتهم على أسماء، أو هذه أم كلثوم بنت أبي بكر رضعتهم أول رضاع الكبير، وبعدين شنو يعني إيه، أولا الابتدائية بعدين الثانوية، تعليم أول مال مال الكذا. شوف المهازل، شر البلية ما يضحك. وهذه يقولون عنها شنو؟ أم المؤمنين، سيدة الطهر والعفاف، المبرأة من فوق سبع سماوات. على ماذا تفتخرون بها؟ وفي المقابل شوف الأنجاس يريدون أن يسيئوا إلى الزهراء صلوات الله عليه. لماذا؟ لأنه أمام شيخ طاعن في السن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي عبر عنه سلمان منا أهل البيت، علشان شوية من شعرها ينكشف، شوية من ساقيها ينكشف، إن صحت الرواية، إن صحت. ومع ذلك ما كانت قد ارتكبت أي ذنب ولا حتى مكروه، هذا أمر جائز شرعا، ماكو أي إشكال، أي إشكال ماكو، أي إشكال ماكو. لكن يريدون أن يومئوا إلى معنى خبيث يقصدونه، يريدون أن يومئوا إلى معنى خبيث. والزهراء صلوات الله على سيدة الطهر الطاهرة المطهرة، فالفرق شاسع بين المقامين. وأين الثرى من الثريا؟ وأين عائشة من فاطمة صلوات الله عليها؟